مفاوضات على مستوى عال كان مقررا أن تعقد بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية في سيول، لكنها ألغيت بشكل مفاجئ لسبب تافه على ما يبدو. وقد حملت بيونغيانغ سيول مسؤولية ذلك، وبدا صعبا أن يتم بناء أجواء للثقة بين الجانبين. ويقول الأستاذ في جامعة كوريا الشمالية للدراسات في سيول يانغ مونجين إن بيونغيانغ ستطلب إجراء محادثات مرة أخرى على الأرجح. بإمكان كوريا الشمالية استئناف المحادثات الوزارية بعد حرب أعصاب، وبإمكان الشمال اقتراح محادثات تتعلق بمنطقة كيسونغ الصناعية. ويبدو أن الخلاف تعلق باختيار رؤساء الوفود، وجاء الاعتراض من جانب بيونغيانغ.